محافظه مطروح تتميز الحمد لله رب العالمين، وده عايز اقول ان كل شيء متوفر في محافظه مطروح. عايز اتكلم على السكر اللي هو حديث الساعه. محافظه مطروح النهارده فيها حوالي 2700 طن سكر باجمالي في جميع الفروع، يعني الكميه دي تكفي محافظه مطروح 5 شهور قدام. ده طبعا كل السلع زي ما انت شايف، محافظه مطروح متراميه الاطراف، تبعد عن اقرب محافظه ليها حوالي 600 كيلو لغايه سيوه، طبعا 300 كيلو لمطروحه، 300 لسيوه، و240 الحمد لله يمكن سامع خبط البوتاجاز، يمكن احنا الحمد لله رب العالمين موجود كميات كبيره من البوتاجاز. عايز اقول في زياده حوالي 100,000 اسطوانه خلال الشهور السابقه، وستستمر هذه الزياده خلال الشهور المستقبليه ان شاء الله. الحمد لله ما عندناش ادنى مشكله، بيتباع بسعر الاسطوانه في المستودعات ب 8 جنيه للمواطنين ب 10 جنيه، واي حد بيتجاوز هذه الاسعار المقرره بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده.